بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد، تحل علينا نعمته وبركته الان وكل اوان والى دهر الدور كلها امين. نبدا المحاضره الثانيه في الكورس الرابع، والمحاضره دي هتكون تحت عنوان البابا تيموساوس وتفنيد مجمع خلق دنيا. مش كتير يعرف كتابات القديس البابا تيموساوس 26، ومش منشورة قوي. ده هيكون عنوان المحاضرة، لكن مش هو كل المحاضرة، بس ده يعني عنصر رئيسي في المحاضرة بتاع النهاردة. طبعا انتهينا المرة اللي فاتت عند نياحة البابا ديوسكوروس الذي رقد في منفاه يوم 4 سبتمبر عام 454، وكان سبقه الحقيقة في 453 بلخاريا ماتت، ما لحقتش تتهنى بالملك، ماتت على طول في 453. عندما وصل خبر موت أو نياحة القديس البابا ديوسكوروس إلى الإسكندرية أو إلى مصر، عادة لما بنقول إسكندرية بنقصد مصر باعتبارها أن كانت العاصمة في ذلك الوقت، فكان هناك اضطرابا عظيما وحزنا. وبعد نياحته، ولأن الحب الذي كانوا يكنونه له كان شديدا، فأعلنوا وضع اسمه في الدبتيخة اللي هي بيذكر فيها أسماء الآباء القديسين المعترف بتقواهم وقدستهم، يعني تقابل المجمع دلوقتي أو زي المجمع اللي بنقوله في القداس. ولكن فريق من المؤمنين كان عندهم رغبة أن يعينوا أسقفا عوضا عن ديوسكوروس، ولكن كانوا خائفين من تهديدات الإمبراطور مرقيان بسبب إرساله رسائل في كل اتجاه وشجب ضد كل الذين لا يوافقون المجمع الخلقدوني ويقبلون الطومس. كان في عنف وإكراه في الإيمان، ولأجل ذلك كان حينما سمع عن رجال الإسكندرية ونيتهم في تعيين أسقفا لهم بعد نياحة البابا ديوسكوروس، إنه أرسل يوحنا، ودي كان في رتب وحاجات زمان الواحد صدقوني ما اعرفش معناتها او يقصدوا بها ايه. انتوا عارفين كل عصر ليه وكده يعني القاب، يقولوا السيلنتاري او حاجه زي كده. المهم يعني كان ذو منصب ارسله برساله يحض فيها الاسكندريين على الاتحاد مع بروتوريوس اللي هو البطريرك الدخيل المرفوض من كل الشعب المصري وبيعتبروه خائنا للإيمان وللبابا ديوسكوروس في آن واحد، وخصوصا أنه قبل أن يسام في حياة البابا ديوسكوروس. يوحنا ده اللي أرسله له نفس فكر الإمبراطور، والمؤرخ يوسف يقول كان متحيرا عندما أتى ورأى جمهور الرهبان بالباس العفة وحزين نعمة الحديث في الدفاع عن الإيمان. رهبان أتقياء أبرار أنقياء في حماس
وتمسك بالإيمان، لكن بأسلوب روحاني عفيف ما فيهوش غلط. وعدد كبير من المؤمنين المرافقين لهم أيضا لما شاف المنظر تأثر وتأوه من داخل نفسي وقال: إنني مستعد لو أراد الرب أن أعلم الإمبراطور وأن أترافع أمامه نيابة عنكم. اتأثر بالمنطق بتاعهم وبالروح التقوية، لأن خلي بالكوا احنا دايما بنقول العقيدة بتؤثر في السلوك. لما يكون في عقيدة مستقيمة بتقترن بسلوك مستقيم، ما فيهوش لف ودوران، ما فيهوش تحايل، ما فيهوش إساءة وبزاءة. فقال: مستعد أن أترافع أمامه نيابة عنكم. مش كده وبس، تسلم منهم التماس، أعطى معلومات بخصوص إيمانهم وبخصوص كل ما حدث لهم على يدي بروتيريوس وسلوكه غير التقوي. زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت، ما أرضناش نستطرد في المآسي اللي بتحصل لأنها كتيرة، وما يهمنا في دراستنا حاليا هو الإيمان نفسه. يلوى سلوكه غير التقوي وشره، وعن ممتلكات الكنيسة التي أنفقها على المجد الزائل، وذلك في كلمات طويلة والتي أحذف كتابتها هنا لئلا أكون مملا للقارئ. اللي بيقول كده المؤرخ زكريا الفصيح اللي هو قلنا يرجع للقرن السادس الميلادي. وعندما عاد يوحنا إلى الإمبراطور وروى له عن هذه الأمور، فقال له الإمبراطور: نحن أرسلناك لتقنع. فلما رجع يوحنا هذا وقدم الالتماس للإمبراطور، فالإمبراطور لما شاف كلامه وشهادته وتأثره فعلق على هذا وقال له: إيه، نحن أرسلناك لتقنع وتحد المصريين على أن يطيعوا إرادتنا، ولكنك رجعت لنا ليس بحسب ما تمنينا، حيث أننا نراك مصريا. ما هو في حاجات بتعدي لما واحد يعاشر الروحانيين، ياخد منهم أشرار، يقول لك المعاشرات الرديئة تفسد الأخلاق الجيدة. فهو رغم أنه جاي ضدهم، لكن بمجرد قعد معهم خد ودة شوية، رجع متغير. ودي شهادة جميلة الحقيقة لآبائنا، قالوا: حيث أننا نراك مصريا. ومع ذلك فإن الإمبراطور عندما أدرك الأمور المكتوبة عن بروتيريوس في الالتماس الذي أرسله الرهبان، فإنه لام تكبر واستبداد حكم الرجل بروتيريوس. وبينما كان مجهولا بهذا الموضوع، مات أيضا مين؟ مرقيانوس، بعد حكم استمر لست سنين ونص، كانت من أسوأ السنوات في تاريخ الكنيسة بما نتج عنها. يقول لك موريان أيضا الذي حكم 4 سنين وراه، كذا واحد حكموا بسرعة كده، واحد اسمه إنسيموس وساويرس أولير بيريورس، وبعد سنة واحدة
انضم إليهم في الحكم واحد اسمه لاون. لاون الأول غير لاون أسوف روما، حتى أن حياة هؤلاء الأربعة كلهم شملت 7 سنين. شوفوا عدم الاستقرار كان شكله إيه. فطبعا كانت الإمبراطورة بلغاريا الشريكة في الحكم من أتباع ومؤيدي خلقدونيا، وجوزها الإمبراطور كذلك. فيذكر أنه أصدر فرمانين بعد مجمع خلقدونيا اللي هو مرقيان، الأول بتاريخ 7 فبراير 452، والتاني كان يوم 28 يوليو 452، يأمر فيهما كل رؤساء الأساقفة والأساقفة والكهنة والرهبان والعلمانيين بقبول تعليم مجمع خلق دنيا وتطبيقها. فماتت الإمبراطورة بلغاريا المتحمسة لهذا المجمع في 453، وجوزها في يوم 26 يناير 457، ورحلوا الاثنين بعد ما قضوا فترة كانت من أسوأ الفترات زي ما قلنا. طبعا الفترة اللي قعدوها دي رغم سنوات قليلة ترتب عليها أحداث كبرى ومآسي كثيرة آثارها باقي حتى الآن. الانقسامات اللي اتوجدت في الكنيسة هم اللي عملوها بمجمع خلق دنيا. الباطل لقد انقسمت الكنيسة وانشقت صفوف المؤمنين عندما تنكر مجمع خلق دنيا للإيمان الحق. هنا ميخائيل الكبير بيوصف، بيقول كثرة الاضطهادات والنهب وخطف الأموال والنفي والشرور التي فاقت ما أثاره الوثنيون قديما ضد المسيحيين. يعني في العصر الوثني ما كانش كده. هذه الأمور كلها تحملها المؤمنون الذين رفضوا الجحود من رؤساء الأساقفة الخلقدونيين الذين تمادوا في جنونهم، حتى أنهم طاردوا القديس الطباوي ماري برسوم رئيس الأبيليين. الأبيل أو الأبيليين يقصد به الرهبان أو المتوحدين، لأن ده كان من الآباء الأرثوذكس الغيورين اللي هم برضو في التاريخ يتهموا اتهامات باطلة كتيرة، وتعيد له كنيستنا الأرثوذكسية ومذكورة سيرته في السنكسار كنيستنا القبطية الأرثوذكسية. طاردوا القديس ماري برسوم قائلين لبعضهم البعض لقد انحرفنا عن الإيمان شئنا أم أبينا، وإذا قلنا أننا كذبنا فسيقتلنا مرقيان، كما أننا لن نستطيع تقويم ضلالنا طالما أن برسوم رئيس الدير ضدنا. لذلك استوجب الأمر اغتياله، عايزين يغتالوه، فأرسلوا رسائل نفاق إلى مرقيان تضمنت شكوى ضد الطباوي واصفين إياه بمثير الفتن، واصفين عجائبه بأنها ضرب من الخداع. كان ربنا مديله موهبة المعجزات.
ومتهمين إياه بجمع المال وتحريض الشعب ضد الملك. عارفين لما اتهم ربنا يسوع المسيح تبقى مقاوم لقيصر، الشيطان أساليبه متكررة. فلما سمع الملك مرقيان هذا اغتاظ، يعني ايه ده بيهيج الناس عليا، وامر الجند بقتل الطباوي والذين معه في دائره. واصدر الامر، لسه ما تنفذش الامر. مين سمع بالامر ده؟ القديس برسوم يقول: فسر القديس لدى سمعه بذلك، وقال لي رجاء بالصليب الذي أسجد له أن مرقيان لن يسيطر علي ولا يرى وجهي، كما أني أيضا لا أرى وجهه القبيح، وإني لواثق من أن موتي سينتقل إلى مرقيان. وقد تم ذلك فعلا، لأن الشر عتيد أن يقع كما كتب: وينجو الصديق من الغضب. هكذا أيضا انتقل الشيخ الطباوي إلى ربه في تلك السنة وفي أوائل شباط، ولما سمع الملك مرقيان بموت الظافر عدل عن إرسال الجند إلى ديره. يعني هو طلب من ربنا ان ايه؟ ما يشوفش وجهه ولا يديله فرصة يتسلط عليه. فحكم طلب انه ينتقل، وانه مرقيان ربنا يخلص الناس منه، وقد استجيب لطلبه. وبعد أيام قلائل وصل نبأ وفاة مرقيان الذي لحقه الغضب بسبب لعنة الطباوي إياه، وأن العذاب الأبدي ينتظره. ده على المستوى الكنسي. في حاجات تاني مش هنستطرد فيها قوي، لكن كان من ثمار مجمع خلق دنيا انقسام المملكة واضمحلالها بعد ذلك. يحكي ميخائيل الكبير يقول: في السنة السادسة لمرقيان، وهي 669 من يونانية، قتل فالنتينوس. فالنتينوس ده اللي هو ايه؟ كان امبراطور الغرب، وكان جوز بنت الامبراطور سيودوسيوس الصغير. فانشقت المملكة الرومانية، ومثلما انشقت الكنيسة وأقيم رعاة محليهم في كل مكان بسبب الخلاف في الإيمان، كذلك حل الانشقاق في المملكة بسبب غضب العدالة. الانشقاق والانقسام حصل امتى وكيف؟ يقول: يعود سبب انشقاق مملكة الرومان الى مرقيان المنافق، حيث نص قانون المملكة. كان في تقليد وقانون حاطينه عشان يحافظوا على الحكم، انه في حالة وفاة ملك روميا يختار ملك القسطنطينية خلفا له وينصبه، وفي حالة وفاة ملك القسطنطينية يختار ملك روميا وينصب لها من يشاء. يعني اللي يشرف على انتقال السلطة الملك الآخر، عشان يضمنوا ان الملك ما يخرجش ويبقوا في اتحاد دائم. فلما ملك مرقيان دون موافقة روميا كما أسلفنا بواسطة بلغاريا، ضيعت الدنيا، فكر انها بتحافظ على الحكم لأسرتها، لكن بعدم تقواها وتدخلها في شؤون الكنيسة لا طالت لا كده ولا كده. بيقول: فلما ملك مرقيان وباختيار بلغاريا، الحقيقة قال كلمة مش عايز أقولها، ممكن تلاقوها مكتوبة،
لأن هم أصلا كانت أخوها الملك حط عليها حكم، لأن كان في علاقة مش مظبوطة مع مرقيان في الأصل، وعشان كده لما جت كانت ناقمة على كل أحباء أخوها وعن اتجاهه. هو كان ماشي كده، هي مشيت بطريقة تانية خالص. فبيقول فمن ساعتها انشطرت المملكة بسببه، مثلما انقسم الإمام بسببه أيضا. ومنذ عهد مرقيان وحتى اليوم لم يعد ملوك الرومان وحكام الغرب يتقيدون بموافقة ملوك القسطنطينية. أما مرقيان فبعد أن أتم في الحكم 6 سنوات و7 أشهر مات تلحقه لعنات الرجال الصالحين القديسين، لأنه غير الإيمان الذي سلمه الرسل القديسون وأدخل بدعة خسيسة. فطبعا مات مرقيان في 26 يناير 57، فكان ساعتها البابا ديوسقوروس اتنيح قبليه من امتى، من 54، وكان بسبب تعسفه مانع ان يترسم حد. فانتهز الناس فرصة وجود الجنرال ديونيسيوس اللي هو كان مقيم في الإسكندرية. فكان الجنرال ده كان موجود في صعيد مصر، فاجتمعوا في الكنيسة واختاروا القديس تيموساوس بطريركا خليفة لديوسقوروس وكيريلوس. ولما كانت الرسامة ينبغي أن تتم قبل عودة الجنرال، لذلك فقد أجريت على عجل بواسطة 2 من الأساقفة المصريين ومعهم واحد قديس جبنا سيرته المرة اللي فاتت، بطرس الأيبيري، كان موجود في مصر في ذلك الوقت. القديس تيموساوس كانت اللي رسمه أسيس كان البابا كيريلوس عمود الدين، وارتبط أيضا بالبابا ديوسقوروس، عشان كده كان هو تتلمز على الاثنين وامتدت علاقته مع الاثنين ارتباطا عميقا. وحضر مع البابا ديوسقوروس في مجمع أفسس 449 هو واخوه أناطوليوس، كان ليه أخ اسمه أناطوليوس. عشان كده البابا تيموساوس لما يتكلم ويحكي شاهد عيان، صنع أحداث. لكن للأسف أعداؤه كانوا كتير وما زالوا، فادوا لقب أحيانا بعض أبناء الكنيسة يرددوه كأنه هو لقب الرسم، يقولوا تيموساوس إيلوروس، تيموساوس إيه إيلوروس، إيه إيلوروس. هو كان ناسك جدا، ومن شدة نسكه كان نحيف الجسم، فكان يقول له ده عامل زي السوري يعني العرسة أو القطة، القط، دي معنى كلمة إيه إيلوروس. أحيانا لما بجيب اقتباسات بلتزم بالاقتباس بالأخطاء الإملائية بتاعته باللي اتقال فيه كأمانة في الاقتباس، لكن لازم نكون حريصين لما احنا نتكلم ما نقولش عليه تيموساوس أولورس. لأن اللقب مش احنا اللي قلناه،
أو مش ولاده اللي قالوا ده، أعداؤه هم اللي إيه قالوا عليه كده. يحكي لنا زكريا الفصيح عن رسامته، فبيقول: ففيما كانت كنيسة الإسكندرية في هذه الحالة التي وصفناها سابقا، وبمجرد وصول خبر موت مرقيان لهم، فإنهم جميعا تشجعوا وتشاور الجميع في أمر الرهبان الذين يجب أن يختار الأسقف منهم من الفريق المؤمن، إن ما يكونش له ميول خلق دوني. وحيث أن في ذلك الوقت لم يكن ديونيسيوس الحاكم هناك، ولكنه كان في زيارة إلى مصر، مصر يقصدوا بها بقى مش اسكندرية. ولغاية دلوقتي انتوا عارفين، في أما يكون واحد في محافظة من المحافظات وخصوصا اسكندرية، يقول لك هينزل مصر، يقول لك طريق مصر اسكندرية، الله يا يعني هم هي مصر، بس هو ده المألوف يعني. بيقول: ولكنه كان في زيارة إلى مصر، فاتفقوا على تيموساوس كرجل خبير بالإدارة والحياة المسكية، والذي كان قد تم إحضاره بالقوة من البرية إلى القديس كيرلس، ورسم قسيسا بواسطته، علاوة على أنه كان له نفس إيمان ديوسقوروس، وكان متضلعا جيدا في حقيقة إيمان معلمي البيعة. أما هندخل شوية ونشوف بقى كتاباته وأقواله من أباء الكنيسة العظام، اللي هي كتاباته مش منشورة قوي لأنها يعتبروه ما بعد خلق دنيا. حال بيهتموا بدراسات كتابات الآباء يهتموا بالما قبل خلق دنيا، ليه؟ عشان ده اللي بينشره الغرب، والآباء ما بعد خلق دنيا نلاقي حاجات كده بتبقى مش انتشار زي الآخرين. عشان كده بنركز دايما في مراجعنا وللآباء ان نجيب كتابات الآباء اللي هم ما بعد خلق دنيا، المعتبرين أعمدة في الكنيسة أيضا. يقول هذا الرجل: فإن شعب الإسكندرية متوافقا مع الرهبان قيدوه وأتوا به إلى الكنيسة الكبرى التي تدعى كذا. معلش الأسماء ما بعرفش أنطقها أوي يعني. يعني قولوها بقى يعني المهمة. وبحثوا عن ثلاثة أساقفة تبعا للنظام القانوني المعترف به ليرسموه. تعرفين في طقس الكنيسة أن الأسقف لابد يرسم على الأقل ثلاث أساقفة، درجة الأسقفية لازم على الأقل إيه ثلاث أساقفة. فالبطريرك برضو درجته هي درجة نفس الايه نفس درجة الأسقفية، لكن برتبة البطريرك، فكان لازم على الأقل ايه ثلاث أسقفة. وفي الوقت ده كانت الدنيا زي ما انتوا عارفين الكليروس مطارد، فجابوا يعني ايه لقوا ثلاثة، بحثوا عن ثلاثة أساقفة طبعا للنظام القانوني المعترف به ليرسموه. وشوفوا بقى طقس كنيستنا ماشي قديم ازاي وما زال إلى الآن كده. ونظرا لأن سنين من الأساقفة المصريين اعترضوا على رسماته، فكان من الضروري أن يجدوا بعض الأساقفة الآخرين. وبجدية السؤال، فإن بعض من الشعب سمع عن بطرس الأيبيري الذي كان قد ترك فلسطين ويقيم مؤقتا بالإسكندرية، فانطلقوا مسرعين وأمسكوا به وحملوه على أكتافهم ولم يدعوه يلمس الأرض من شدة الحماس بقى. وفيما هم يحضرون وإذا بصوت قد سمع في عقول الإكليروس والرهبان والمواطنين المؤمنين، مثل الصوت الذي سمعه في لبس الرسول بخصوص خص كنداك الملكة،
وهذا الصوت يقول ارسموه بالقوة حتى برغم عدم إرادته وأجلسوه على عرش ماري ماركوس الرسول. وقد كان جسمه ضعيفا من كثرة إماتة الذات، حتى أنه من أجل نحافته الحتة اللي قلت لكم عليها يعني بيقولها، فإن فريق بروتوريوس اعتادوا بمزاح أو بسخرية أن يشبهوه بالقط أو بالعرسة. وعندما سمع ديونيسيوس الحاكم بهذا الأمر صار مضطربا لئلا يلامن الإمبراطور. بمجرد أن يصل إليه خبر وجود أسقفين في المدينة، لأن كده هيبقى فيه بروتوريوس اللي هو غير معترف به، وبقى الأسقف الشرعي البابا تيموساوس. وبناء على ذلك فإنه رجع آخذا كل قوة الرومان معه وسجن تيموساوس، وقد قتل العديد في العراق الصاخب الذي حدث. طبعا عشان يقبض عليه ويسجنه راح فيها كتير. وقد أعطى ديونيسيوس أوامر بأن يحمل خارجا إلى مكان يدعى زي ما انتم شايفين كده وعند رحيله فإن الصراع بين المواطنين والرومان صار شديدا، وكانت هناك فتنة عظيمة ومجازر تحدث يوميا، وبصفة خاصة أكثر حيث واصل ديونيسيوس تحريض وتشجيعه لهؤلاء الرومان المدعوين قرطادونس. يعني يبدو زي في فرق كده، ما نقول ده فرق الصعقة، فرق مش عارف ايه، مكافحة ايه، كان برضو عندهم حاجات زي كده، الذين كانوا يتصفون بالقوة والعداء ضد المواطنين. وبنفس الطريقة أيضا كان الأريوسيون الذين كانوا مسؤولين عن أموال الكنيسة ينفقونها على الرومان الذين كانوا في صراع مع الشعب. كل ده حصل بخلق دنيا مقاسي عشان إيه؟ أنا بضطر أقول الحاجات دي يا جماعة عشان تعرفوا الفكر ماشي إزاي، والدنيا يعني حاجات بتيجي في السكة كده. ما كان في كله بقى، يعني ما بيبقى فيه فوضى أو فكل غير المؤمنين، يعني زي ما بيحصل في أي وقت بصر لا يحصل خلل تلاقي الرعاع كلهم يعني اتجمعوا. ولكن حدث أن عددا منهم ومن زوجاتهم قد سقطوا وهلقوا في هذا النزاع، فانقسموا إلى فرق وتصارع الواحد ضد الآخر. وعندما سادت مثل هذه الفوضى في المدينة لعدة أيام، وكاد ديونيسيوس أن يفقد اتزانه، فمن ثم أحضر راهب معين يدعى لونجينوس مشهور بالعفة والفضيلة، وسلموا تيموساوس ليرجع الأسقف إلى المدينة. قال كده ما كانوش هيسبوه، فرح أده لهم يرجع بيه فين وإلى كنيسته حتى تتوقف حالة القتال وحتى لا يكون هناك مزيد من المذابح. وعندما عاد تيموساوس إلى الكنيسة الكبرى والتي كان قد أبعد عنها بالقوة، فإن بروتوريوس أخذ لنفسه الكنيسة التي تدعى كذا، وكان قد اقترب موعد عيد القيامة، فأحضروا إلى تيموساوس أطفال بالعدد. شوفوا برضو روح كنيستنا عيد القيامة قرب اهو،
الحد جاي حد ايه؟ التناصير. من زمان كنيستنا عريقة حية، رغم المآسي اللي لقيتها، ده هي الكنيسة الوحيدة اللي في العالم اللي طاروها بهذه القوة، كنيسة حية. نفس القرون الأولى هي اللي عايشاها دلوقتي، زي ما بتشوفوا كده يوم الحد الجاي. قلبي مع الآباء كلهم، بيتهد حيل الآباء الكهنة في التعميد، معموديات كتيرة بقى، الناس حبت تعمد ولادها في الفترة دهية. فشوفوا هنا بيعبر يقول ايه، فأحضروا إلى تيموثاوس أطفال بلا عدد ليعمدوا، حتى أن هؤلاء الذين كانوا يكتبون ويقرؤون أسماءهم صاروا مجهدين. وخلي بالكم من الحتة دي، في حاجات بنلاقيها في السكة كده لكن ما تعديش. اوعى تفتكروا ان شهادة المعمودية اللي الاباء بيعملوها دلوقتي حاجة في حديثة، او يعني حاجة يعني مع التطور، ده تقليد قديم. كل نفس بشرية لها قيمة ووجود في الكنيسة. يبدأ الاهتمام بهذه النفس بمجرد الولادة، أن يوجد في الحياة، بيتعمل له صلاة التشت بعد أسبوع ويتعمد بعد قد إيه؟ 40 ولا 80، حسب ولد أو بنت، صح؟ عشان أمه تقدر تدخل الكنيسة وتحضر المعمودية. وما بيتعمد بياخد شهادة المعمودية. الكلام ده من امتى؟ من القرن الخامس الحاجات دي حصلة. فبيقول ايه؟ حتى ان هؤلاء الذين كانوا يكتبون ويقرؤون اسمائهم صاروا مجهدين. زي بالظبط اللي هيحصل معاكم يوم الحد الجاي. ولكن حضر إلى بروتوريوس 5 فقط، رغم أن بقوة السلطة المدنية والسياسية والعسكرية خد الكنيسة الكبيرة، لكن كان بينش. قاعد يعني ايه 5 بس اللي ايه اللي جولوا. وكان الشعب متعلق بإخلاص شديد بتيموثاوس، وده من سمات الحقيقة شعبنا المبارك، يتميز بالإخلاص لكنيسته ولآبائه. بروتوريوس الحقيقة اتبع أساليب صعبة، كان ينفق كل أموال الكنيسة على الرومان عشان يخضعوا له الشعب، عايزهم يجيبوهم بالعافية. تعالى ادخل، تعالى البروتوريوس، عايزهم يجيبوهم كده. فهم نفسهم ياخدوا منه فلوس لكن الشعب مش عايز يجي، فهو مش سيبهم في حالهم، يفضل يأنبهم. فيقول ايه المؤرخ، يقول عندما استمر بروتوريوس في تهديد الرومان ويبدي غضبه ضدهم لأنهم أخذوا ذهبه ولكنهم لم يملأوا أيديهم بدماء أعدائه، من ثم صار الرومان في غضب شديد كل واحد في قلبه، وشعروا بسخط عظيم لان ادهم فلوس كتير والشعب ما بيجيش، فعمال يأنبهم، انتوا بتاخدوا فلوس وخدتوا فلوس وما جبتوليش الناس، يقولوا مش عايزين ينجوا. طب وسايبينهم؟ ادبوهم، اضربوهم. فدعا واحد منهم بروتوريوس ليطوف معه حتى يمكن ان يريه جثث القتلى،
قال له تعالى نشوف، شوف احنا موتنا قد ايه من اللي مرضوش يعني ينضموا ليك، حتى ان يري جثث القتلى حيث يوضعون. وفجأة وفي خفية سحب سيفه وطعن بروتيريوس في صدره وقتله، هو وزملائه الرومان، وسحبوه إلى كذا تترا بيلم ولا اسمه ايه، صاحين حيثما ذهبوا على طول الطريق، هذا هو بروتوريوس. وشك الآخرون في أنها إلى حد ما مؤامرة ماكرة، ولكن الرومان تركوا جسده موضوعا هناك وذهبوا جانبا. وعندئذ أدرك الشعب هذا وفهموا ما حدث، وصاروا أيضا في هياج شديد، وسحبوا الجثة إلى ميدان سباق الخيل، وهناك أحرقوها بالنار. وهكذا أدركت نهاية الموت بروتيريوس الذي صنع كثيرا جدا من الشرور للإسكندرينيين. كل مصيبة تحصل يلصقوها في مين؟ في المؤمنين. لكن عموما بعد موت بروتيريوس بقى مين موجود لوحده في اسكندرية؟ البابا تيموساوس. وبدأ مع التعامل الناس تعرفه أكتر، يكتشفوا شخصيته أكتر، فأحبوه وتعلقوا به. فيقول ايه؟ ولكن عندما ظهر امامهم تيموساوس كرئيس كهنة وحيد للإسكندرية، اظهر بحق ما يجب ان يكون عليه الكاهن، حيث ان الذهب والفضة التي كانت تعطى للرومان في ايام بروتيريوس انفقها على الفقراء والارامل واضافة الغرباء وعلى كل المحتاجين في المدينة، حتى أنه في وقت قصير أدرك الأغنياء مقدار حسن ونبل إدارته بهذا الخصوص، فأمدوه بحب وتفان بالأموال بكل من الذهب والفضة. لما الناس بتشوف خادم أمين بينفق من أجل الله، فتبص تلاقي بيبقى موضع ثقة، فيعطوه بسخاء لما يروه فيه من زهد وأمانة. ولكن الكهنة وكل الإكليروس التابعين لحزب بروتيريوس إذ علموا بكل فضائله وأسلوب حياته الملائكي وحب المواطنين الشديد له، جمعوا أنفسهم معا وكتبوا بيان توسلوا فيه له أن يتم قبولهم، ووعدوا أيضا بأنهم سيذهبون إلى روما إلى لاون ويوبخوه على البدعة التي كتبها في الطومس. وكان من بين هؤلاء الأشخاص بعض مما كانوا مؤهلين وفصحاء، وأيضا من ذو المنزلة الرفيعة، ومن الذين كانوا قد دعوا إلى درجة الكهنوت بواسطة كيريلوس، فيهم ناس كانوا كبار لكن ضعفوا فترة، فجايين ندمانين يقولوا احنا هننكر أو نجحد توماس لون، مستعدين انه نروح ونقول له كده في وشه. وعلاوة على ذلك كانوا من الذين مكرمين في أعين الرومان، وقد أحضروا الالتماس إلى تيموساوس نيابة عن إكليروس بروتيريوس،
وقد كتب أيضا أستاسيوس أسقف بيروت موصيا بقبولهم. عارفين أستاسيوس؟ عارفين ولا نسيتوا؟ ما عشان كده مهم بقى اللي بيبقى حاضر معانا كل حاجة. في حاجات أما مجرد اسم بنقوله آه ما احنا عارفين، مش ده اللي ايه لكن أرثوذكسي صميم وحضر يعني عمله كان مسؤول عن محاكمة هيبة في وقت من الأوقات، وحضر مجمع لأفسس 449، وكان له مواقف جميلة وارتباط وتمسك بالقديس كيرلس، ولكن ضعف في خلق دنيا وبكى لما قال يعني وقع على هذه المكروهة بدموع يعني. ولسه اللي فيه مواقف تانية هتيجي. المهم ولكن غيرة الكلام ده جم، لكن للأسف من كتر المؤمنين معانوا واتبهدلوا وأعصروا وتعذبوا بسبب بروتوريوس واللي معاه، فكان فيها هياج شديد لرفضهم. ولكن غيرة وبغض المواطنين ضد هؤلاء الأشخاص كانت عظيمة بسبب الأحداث التي حدثت في أيام بروتوريوس والعذابات المختلفة التي تحملوها، لذلك فإنهم لم يوافقوا على قبولهم، لكنهم أعدوا الآخرين ليصيحوا لن يحرك أحد منهم قدمه إلى هنا، ولم يقبل المخالفون. وللأسف يعني إيه لم يقبلوا. طبعا صعب الحكم على أحداث وإحنا بعيد. يعني أنا شخصيا لما أقرأ الحكاية ده هي قلت طب ما كانوا قبلوهم، ناس جايين تائبين وراجعين خلاص غلطوا لكن تتصلح. مش عايز أدين اللي رفضوهم لأن واضح إن شافوا منهم كتير، وبعد شوية هنكتشف إن اللي رفضوهم دول إلى حد ما كان عندهم حق. هنشوف، لأن الإنسان بيبان معدنه في الاختلاف مش في الاتفاق. لما اختلف مع حد هعمل إيه؟ هتعامل بنزاهة وبأصالة وبإيمان ولا العكس؟ فطبعا الناس دول أول لما اترفضوا استعدوا وذهبوا إلى روما وقدموا معلومات بخصوص المعاملة التي عانوا منها، فكان هذا هو السبب في دفع الأمور مرة أخرى إلى الارتباك، لأنه عندما رفض هؤلاء الرجال بطريقة مخزية فإنهم توجهوا بأنفسهم إلى روما، وهناك تحدثوا عن الازدراء بالقوانين وعن موت بروتوريوس المروع. ما قالوش بقى مين اللي موته، وقالوا بأنه مات من أجل المجمع. بيتكلموا مين؟ بيتكلموا مع مين؟ لاون ده مات شهيد مجمع خلق دنيا، ولأجل كرامة لاون ما استحملش ان لاون يتهان فقتلوه.
وأنهم أنفسهم أيضا قد تحملوا إهانات عديدة، بالإضافة إلى أن تيموساوس قد جاء وأخذ الكهنوت بطريقة غير شرعية. طب إيه هي الشرعية بتاعتهم؟ وهكذا فقد قدموا أسوأ صورة وجعلوا الأمور كلها تظهر بصورة شائنة في أعين لاون، وأصروه ضد البابا تيموساوس. الحقيقة أنا لو أخفي عليكم، لما قريت الأول في قبل ما أعرف التفاصيل إيه اللي هيحصل في داخلي، قلت ليه كده؟ ليه الناس راجعين متائبين يقبلوهم؟ يعني خلاص غلطوا في توبة، لكن لما عملوا كده، نفترض اللي رفضوهم غلطوا صح، طب انت تبيع ايمانك في المقابل؟ المؤمن لا يتهاون بالايمان. فعشان كده حسيت بعد كده كان ليهم حق، دول ماشيين مع الطيار اللي كفته رجحه نبقى معاه. دايما المنحرفين بيعملوا كده، سودوريتوس يعني ده اكبر مثل. طبعا في حاجات كتيره في افسس حصلت برضو، خلي بالكم الاضطرابات ما كانتش في مصر بس، خلق الدنيا دي خلفت اضطرابات في كل مكان. المهم جه لاون بقى مسك الحكم. من هو لاون ده؟ كان ضابطا في جيش تراقيا تحت إمرة أسبار. أسبار ده قائد، الذي كان قائدا للجيش في الإمبراطورية منذ عام 440، وكان له نفوذ كبير قوي. وبموته بالخارية في صيف 453 ابتدأ نجم أسرة ثيودوسيوس في الأفول عمليا، وأصبح نصف الإمبراطورية. ما هي الإمبراطورية دي كلها كانت عيلة واحدة، نصها في الشرق ونصها في الغرب، وكان كل الشرق له واحد يعني إمبراطور، والغرب له، لكن الاثنين وحدة واحدة يعني. أصبح نصف الإمبراطورية الأول كلهما في أيدي ضابطين من الأصل الجرماني. الأسرة المالكة خلاص خرج منها الملك، ريسيمار في الغرب وأسبار في الشرق. وعند قتل الإمبراطور فالنتينيان 455 أصبح ريسيمار من القوة حتى يقيم ويعزل الملوك، إلى أن اختفت المؤسسة الإمبراطورية في الغرب. ورغم أن أسبار كان أقل قدرة، إلا أنه كانت لديه القوة الكافية حتى يجعل ليو أحد أعوانه يعتلي العرش. وفي الحقيقة كان لأسبار أيضا دور في جلوس ماركيان نفسه على العرش في 450. ده حتى كده تاريخ سياسي في السكة يعني، عشان تبقوا متفهمين جو الأحداث اللي كان موجود إيه. الحقيقة المؤرخين شكروا في لون الإمبراطور الجديد في الأول، يعني شخص متزن، يعني متفاهم، قابل للتفاهم ولوزن الأمور. فبدأوا الناس يكتبوا له، كل فريق بيعاني من حاجة يكتب للملك وهو يسمع. فطبعا مصر وعاصمتها الإسكندرية كانت من أكبر دول الإمبراطورية في الشرق، وكان شعبها قوي، شعب غني مثقف ذو نفوذ،
فتجمعوا وكتبوا عريضة بعتوها للإمبراطور. العريضة ديت هجيبها لكم من كتاب اللي نشروا الكاثوليك من عدة قرون باللغة العربية، اللي هو مضمون المجمع الخلقيدوني. فهتلاقوا الكلام اللي فيه لغويا، معلش يعني مش احنا اللي كاتبين، تقولوا سيدنا مش عارف يكتب تيموساوس ازاي ولا لا، احنا بنجيبه زي ما هو ايه مكتوب. فبيقولوا عرض حال تيموساوس اللوروسي، اللي هو إيلوروس اللي قلنا عليه اللقب اللي بيقولوا عليه يعني، المذكور إلى لون الملك الكبير من الأساقفة المصريين. يعني هو العرض الحال ده بخصوص القديس تيموساوس، لكن مين اللي كتبه؟ الأساقفة المصريين وبعض الأراخنة. بيقول إلى حضرة الملك لون: اعلم أيها الملك أننا مرسلين إليك بهذا العرض حال من تيموساوس بطرقنا المقيم في الإسكندرية، ونخبركم أنه يدبر تلك الكنيسة بأحسن حال. ومكتوبة بحسن حال يعني، بس أنا هقولها باللغة بتاعتنا عشان تبقى مفهوم، بأحسن حال وسلامة. ثم نرغب أن نشرح إيماننا أمامك ونخبرك عن اعتقادنا، فإننا نعتقد الإيمان النقاوي وليس نقبل عليه زيادة أو نقصان، لأن كلما شرح روح القدس فلا يليق لأحد أن يفسر ضده. ثم إن ذلك الإيمان ليس يحتاج إلى تفسير آخر لكونه مفسرا جيدا. وعلى ذلك نحن نؤمن مع بطرياركنا، ثم نتضرع إليك أن تأمر بحفظ الإيمان المذكور. وأكتب لبطرياركنا تيموساوس على ذلك الأمر لكي يجتهد بتمامه. ثم عن ذلك لكونها أرسل تستخبر منا ماذا سنقول عن المجامع العامية، فإننا نؤمن بمجمع نقيا، ثم أفسس الأول، ثم أيضا في أفسس الثاني. وده يوريكم أن مجمع أفسس الثاني له اعتباره في كنيستنا، وبنعتبره امتداد لأفسس الأول. فأما المجمع المائة والخمسون أبا أي القسطنطيني فليس نعلم عنه شيء، وكذلك أيضا المجمع الخلقيدوني فليس نقبله، بل نرغب أنه يعطل من بين المجامع الكلية. طبعا المرجع ده مش من عندنا، من عندهم يعني، فلو في بعض المآخذ مش محسوبة علينا يعني. طبعا الامبراطور الجديد جاي، الدنيا كلها مكركبة حواليه. فأفسس نفسها كان هناك مجزرة عند عودة يوحنا الخلقيدوني، برضو هناك كان في واحد خلقيدوني رجع وطردوا بسيانوس اللي هو كان أرثوذكسي، وهروبه لأنه لم يوافق على إجراءات خلقيدونيا. وقد حدثت شرور في مصر وفي الإسكندرية وفلسطين وفي كل مكان، وكان هناك اضطراب شديد بسبب المجمع اللي هو خلقيدونيا. كل هذه الشرور علم بها الإمبراطور لون، وبناء على ذلك فإنه عندما تسلم من تيموساوس الإسكندري رسالة طالبا منه عقد مجمع، فقد كان راغبا في ذلك. البابا تيموساوس بعت له قال له احنا بنطالب بعقد مجمع عشان يوضح حد للانقسامات والاضطرابات دهيت، ولكن أناطوليوس أسقف المدينة الملكية القسطنطينية منعه، ليس لأنه فعلا كان قادرا أن يجد أي خطأ في بيان تيموساوس،
يعني إيمان تيموثاوس، يعني في الرسالة اللي بعتها تيموثاوس هنقراها لكم دلوقتي. ولكنه كان قلقا، ليه بقى قلقان؟ لئلا إذا انعقد المجمع أن يضع حدا أو ينهي كل الإجراءات التي تمت في خلق دنيا. طب وهو يهمه خلق دنيا في إيه؟ لا أكيد اللي حضر عارف. وكان قلقه ليس لأجل الإيمان، بل بالأحرى لأجل الامتيازات والكرامات التي وهبت بغير حق إلى كرسي إبروشية المدينة الملكية القسطنطينية. لأن في خلق دنيا قلنا فيه غنائم اتوزعت يعني، وبناء على ذلك أقنع أناطوليوس الإمبراطور بأن لا يعقد المجمع، ولكن بواسطة رسالة مكتوبة تدعى منشور عام يستعلم ما هو فكر الأساقفة بخصوص مجمع خلق دنيا ورسالة تيموثاوس. وقد كتب الإمبراطور للأساقفة أولا عن تيموثاوس وعن مجمع خلق دنيا، يعني عايز يقول لهم إيه موقفهم من مجمع خلق دنيا وقانونية وإيمان البابا تيموثاوس. فكتب في المنشور هكذا، منشور الإمبراطور يقول: إلى الكهنة الجديرين وأصحاب الرأي القويم في الأقاليم الخاضعة لسلطاننا، ليتكم بدون خوف من إنسان أو تحيز، غير منحازين بواسطة نفوذ أو محاباة، وضعين مخافة الله فقط أمام عيونكم، ومعتبرين أنه له وحده يجب أن تقدموا دفاعكم وتعطوا حسابكم، أن تتحدثوا باختصار عما تعتقدونه حق بعد فحص الأمور بتدقيق بخصوص إجراءات مجمع خلق دنيا ورسامة تيموثاوس الإسكندري. وأرفق أيضا نسخا من الالتماسات التي وصلت إليه من الأساقفة ورجال الدين في الإسكندرية ضد تيموثاوس، وكذلك من الأشخاص الذين يؤيدونهم. وقد أرسل شعب الإسكندرية وذو النفوذ والموظفون وأصحاب السفن إلى الإمبراطور يطالبون بتيموثاوس بطريرقا لهم، ويعلنون عدم موافقتهم على مجمع خلق دنيا. ولذلك طلب منهم الإمبراطور أن يعقدوا اجتماعا للأساقفة في بلادهم، وأن يرسلوا إليه رأيهم فيما يخص تيموثاوس ومجمع 451 اللي هو خلق دنيا. وعندما أعطيت مثل هذه الرسالة من الإمبراطور إلى لون أسقف روما، فأنه أجاب بكتابة رسالتين للإمبراطور لون، واحدة بخصوص تيموثاوس والأخرى نيابة عن حزب فريق بروتيريوس، والتي فيها أيضا شهد ضد إكليروس القسطنطينية. يعني لون بقى كتب ضد تيموثاوس وضد القسطنطينية، لأن كان في خلاف، عشان عارفين الخلاف إيه بتاع القسطنطينية. أولئك الذين كانوا بنفس فكرة تيموثاوس، بيتكلم على بتوع القسطنطينية، يقول بنفس فكر. وقد دعا أناطوليوس اللي هو أسقف القسطنطينية بالكسلان، قال الكسلان أناطوليوس، ودفع عن الطومس التي كتبها بنفسه بخصوص أطاخي والتي قبلت في مجمع خلق دنيا. ومع ذلك كتب أيضا بأسلوب مماثل في هذه الرسائل بوضوح بخصوص تجسد السيد المسيح. وقد كتب أيضا للملك لون ضد القديس البابا تيموثاوس باسيليوس مطران سلوقية،
ده كان له حكايات برضه. فين اللي هيقول يبقى شاطر؟ مين فاكر؟ نعم، لا مش في المن، باسيليوس مطران سلوقي عدو القديس ديوسقوروس الذي كان له دور كبير في الشر في المجمع الخلقدوني. ادعى على هو كان حاضر مجمع أفسس ومجمع القسطنطينية المكاني، وادعى على القديس ديوسقوروس. كان كل مجمع يغير لونه ويتهم الآخرين. له دور كبير في الشر في المجمع الخلقدوني المحروم. وفي هذه الرسالة ادعاءات باطلة بخصوص الإيمان ضد الأرثوذكس. بعت للإمبراطور رسالة فيها ادعاءات باطلة، إذ يوجه الاتهام التقليدي الذي سبق وأن وجه للقديس كيرلس لقوله بالطبيعة الواحدة، وهو إنكار ناسوت المسيح. يعني كان من أيام البابا كيرلس اللي يقول طبيعة واحدة يبقى أنت بتنكر الإيه؟ الناسوت. ومما جاء بها من باسيليوس نحن نتعجب من تيموثاوس أولوروس الطالبين إسقاط المجمع الخلقدوني كي ينكروا ناسوت المسيح، الذين قالوا عن مخلصنا أنه ليس أخذ جسده من العذراء ولا سوانا في أجسادنا. قالوا فين؟ قالوا فين؟ شوفوا الدعاءات. امال احنا بنقول العذراء يعني والدة الاله ازاي؟ ولا سوانا في اجسادنا، ولم يقتدوا بتعليم ماري كيرلس. بس خلي بالكم، تعليم ماري كيرلس يعني ايه؟ باعتبار الادعاء ان القديس كيرلس غير وفقا لما يدعونه بصيغة المصالحة وتفسيرها اللي على هواهم. لم يقتدوا بتعليم ماري كيرلس كما هم يزعمون، لأنهم يعترفوا بذلك بالكلام وينكرونه بالمعنى وبالفعل، لأن المجمع الأفاسوسي الأول ثبت ضد رأي نسطور أن المسيح إله تام وإنسان تام معا بأقنوم واحد. إن المجمع الخلقدوني ثبت ضد كفر أوطاخي، وأظهروا أن الناسوت لم تحول إلى اللاهوت ولا افترق منه البتة، بل كان بينهما اتحاد أقنوم. أي كلام وخلاص يقولون. في 29 أيلول 459 أرسل لاون الهرطوقي. مين لاون الهرطوقي بقى؟ هو في غيره؟ رسالة إلى الملك لاون فيها يشرح إيمانه الفاسد ويسأل الملك أن يقف ضد الهراطقة نسطور وأوطاخي وغيرهم. وهنا نلاحظ التجديد على رفض هرطقة نسطور باعتبار أنه رفض قول والدة الإله. يعني لون بيعتبر أن خطأ نسطور أنه قال إيه؟ رفض إن والدة بس، لكن كل حاجة قالها مظبوطة، في حين أن النسطور قبل القول ده على فكرة. يقول ممكن يتقال بس بالتفسير
إن يعني معين هو بيقول يعني لازم يكون معاه توضيح. ومحاولة من لون للدفاع عن نفسي لأنه متهم بالنصترة، زي مجمع خلق دنيا، زي ما لسه هناخد الكورس ده هتلاقيه أكتر ناس ظاهريا يدينوا النسطورية خلق دنيا. بس أنهي نسطورية؟ اللي هي يعني مصنعينها بحيث ينفوا عنهم النسطورية. ومن الخطورة لما يجي حد من شعبنا أو من ولادنا يجي عايز يدرس النسطورية ده، هي يروح جايب كتابات ضد النصاطرة بس يطمئن. لكن فيما هم بيدنوها بيثبتوا الإيمان الخلق، لأنه بيدينوها من منطلق بمنظور معين. معلش احنا خرجنا عن كده، لكن الحكاية دي اتضح ان اسلوب قديم من ايام لون النفس. يقول نلاحظ التجديد على رفض هرتقط منصور باعتبار انه رفض قول والد الله، ومحاولة من لون للدفاع عن نفس لانه متهم بالنصرة فيتشدد في ادانتها شكلا، ولكنه يقبلها مضمونا. وهذا ما يفعله الخلق دين حتى يومنا هذا، وهذه بعض فقرات من رسالته. بيقول من لون الأسقف الروماني إلى حضرة لون الملك، نقول أن أوطاخي الفاجر بقي مظلوم أمام عيني أتباعه، نقول يكون محروما نسطور لكونه قال إن سيدتنا مريم ليست والدة الإله بل والدة إنسان ساذج فقط. دي إدانة إيه؟ في الخلق الدين دلوقتي بيضيفوا حاجة تانية هنتكلم عنها في الكورس ده بس قدام شوية. فأما أوطاخي قد اختار لنفسه المذهب الثالث، أي هرتقط أبوليناريوس الناكر ناسوت المسيح وتحقيق جسده البشري وحق النفس الناطقة العقلية بقوله طبيعة واحدة. طالما طبيعة واحدة يبقى بينكر إيه؟ الناسوت. وثبت أن ذات المسيح وهو اللاهوت فقط، وأدخل الألام والموت على اللاهوت. فأما من قال إن كلمة الله المتأنس أنه طبيعة واحدة فهو قد نقر ذات المخلص. يعني شوف، من قال أن كلمة الله المتأنس، يعني كلمة المتأنس يعني إيه في حد ذاتها طبيعة واحدة، فهو قد أنكر ذات المخالص. ثم نقول وأيضا أن ربنا يسوع المسيح الذي عينه هو ابن الله وابن البشر يقومان بأقنوم واحد الذي هو أقنوم الكلمة، ولأجل وحدانية الأقنوم له أفعال غير مفترقة، ولكن ينبغي أن نفهم صفة أعماله وننظر بعين الإيمان إلى الأفعال المناسبة لاتضاع الجسد البشري وإلى الأفعال التي تلاليك لعظمة اللاهوت. وبذلك الحرص نعلم لماذا جسد المسيح ليس يفعل شيئا قط بلا الكلمة، وكذلك الكلمة ليس يفعل شيئا قط البتة بلا الجسد. فأما الإيمان الأرثوذكسي هو أن نؤمن بأنه بإله تام وإنسان تام. في حال حلول كلمة الله في أحشاء العذراء فليس افتراق البت عن الآب بل اتحاد مع الجسد، وبقي اتحاد ليدرك ما بين الطبيعتين في أقنوم واحد. يلاحظ في هذه الرسالة الآتي إن اتهام نسطور الوحيد هو أنه رفض القول والدة الإله، برغم أن نسطور قبل هذا القول بتفسيره الخاص،
وقد قال القديس كورولوس أن نصور حكم عليه ليس لهذا السبب فقط. الكلام ده لما قرروه في حياة البابا كورولوس، قال لهم النصور لم يحكم عليه لهذا السبب فقط، انه يتهم اوطاخي بقوله بطبيعه واحده، ومن ثم فهو ينكر الناسوت المسيح. وهنا نلاحظ ان اوطاخي بالرغم من انه قال بطبيعه واحده الا انه لم ينكر الناسوت، ولكن هذا كان مفهوم لاون وصديقي من الشرقيين، وهذا ما يتهم به البابا كيرلس حينما يقول بطبيعه واحده برغم تاكيده على ناسوت المسيح. فالقول بالطبيعه الواحده يؤولونه الى انكار الناسوت، وهذا استخراج خاص بهم لم يقل به اوطاخي ولا البابا كيرلس ولا القديس ديسكورس. يقول لاون: من قال ان كلمه الله المتانس انه طبيعه واحده فقد انكر ذات المخلص. وهنا نلاحظ بوضوح ان انكر ناسوت المسيح استنتاج خاص بهم فقط، ولم يقل به آبائنا. طبعا كان فيها حاجات تاني، ملاحظات كنت كاتبها على الرسالة دي من زمان قوي، لكن هتكلم عنها بتفاصيل مستقبلية، يعني هنتكلم في بأكثر تفصيلا تباعا لما نمسك المواضيع اللاهوتية ونفصصها. خلي بالكوا بقى، البابا تيموساوس يتسلم منشور الإمبراطور رحمه. قد أرسل الإمبراطور لاون إلى تيموساوس الإسكندري الرسالة بتاعته، وعند استلامها كتب الأخير اللي هو البابا تيموساوس عريضة إلى الإمبراطور كالتالي. إحنا دلوقتي هنسمع مين؟ البابا تيموساوس. عريضة كبيرة مليانة بيعلن فيها أولا إيمانه، والاتهامات اللي وجهها ضد توماس لاون. شوفوا بقى أسلوب البابا تيموساوس، يقول له: أيها الإمبراطور الكريم والمتسامح، حيث أننا تعلمنا أنه بين الرجال الحكماء لا يوجد شيء آخر أكرم من النفس، وأنه يجب أن يستخف بأمور الجسد، وأن النفس يجب أن لا تعاني من أي نقيصة، من أجل ذلك فبقدر ما يستقر ذلك في داخلي وبقدر قوتي كنت حريصا أن أحفظ نفسي لألا قدامك أدان وقت الدينونة كمحب للجسد، وأعد لنفسي نار جهنم. وهذا ما أعتقد أن كل الحكماء مهتمين بما هو صالح ويرغبون أن لا يحدث لإخوتهم أي مكروه. وبناء على ذلك فبكتابة هذه العريضة لرأفتكم أعلن أنه منذ صباي قد تعلمت الكتب المقدسة ودرست ما تتضمنه من الأسرار الإلهية، وحتى الآن فإنني حريص جدا على التمسك بالإيمان الحقيقي كما سلم لنا من الرسل القديسين وبواسطة آباء معلم البيعة، وإنني متحد معهم بنعمة الله مخلصنا، ووصلت إلى عمري الحالي وأعترف بهذا الإيمان الواحد الذي سلمه خالقنا وفدينا يسوع المسيح عندما صار متجسدا وأرسل رسله المباركين قائلا: اذهبوا علموا كل الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، حيث أن الثالوث كامل ومساوي في الطبيعة والمجد والقداسة
ولا يوجد فيه أي نقص أو زيادة. هكذا أيضا علم الآباء المباركين 318 بخصوص التجسد الحقيقي لربنا يسوع المسيح ومخلصنا بأنه صار إنسانا بحسب التدبير الذي هو نفسه جعله معلوما. ومعهم أنا أتفق وأؤمن كما يفعل كل الآخرين الذين أفلحوا في تعريف الإيمان الحقيقي، لأنه في تعريف الإيمان هذا الذي أعلنه الآباء القديسون لا يوجد أي صعوبة ولا أي شيء يتطلب إضافة، وكل من كان يتمسك بآراء أخرى وفاسدة بالبدع ومرفوضة مني فأنا نفسي أيضا أهرب منهم، لأن هذا مرض يدمر النفس، ولا سيما عقيدة أبوليناريوس. شوفوا دايما أبائنا يأكدوا أنهم لا يؤمنوا بتعليم أبوليناريوس، ودايما يدانوا بأنهم إيه وتجاديف نسطور، وأيضا من أي شخص آخر يتمسك بآراء خاطئة عن تجسد يسوع المسيح الذي صار جسدا منا ويدخل إلى تجسده الانقسام والانشقاق في اثنين، ومقسما ومباعدا تدبير ابن الله الوحيد. ومن ناحية أخرى، فبالإضافة إلى هؤلاء الذين يقولون على سبيل تبجيل جسده أنه أخذه من السماء، أو أن الله الكلمة كان عرضة للتغيير، أو أنه تألم في طبيعته الخاصة، والذين لا يعترفون به متحدا بجسدنا الإنساني والنفس العاقلة، في أكتر من كده الناس اللي بتنام كله يصحصح. وأقول لأي من سقط في واحدة أو أخرى من هذه البدع أنك في خطأ خطير، وأنك لا تعرف الكتاب المقدس، ومع مثل هؤلاء لا أستطيع أن أحتفظ بالشركة ولا يمكن أن أحبهم كمؤمنين، ولكنني متصل ومتحد ومتفق بحق مع الإيمان الذي تحدد في نقيا، وهذه هي عنايتي أن أحيا بموجبه. ولكن عندما أتى إلي عندي ديوميدوس رئيس سلنتاريوس اللي هو الرتبة اللي قلنا عليها ديت كانت موجودة، وأعطاني رسالة أسقف روما ودرستها ولم أصر بمحتوياتها، ومن ثم فلألا تضرب الكنيسة أو أي إنسان محب للمسيح فإنني حتى الآن لم أقرأها علنية ولا ذمتها، ولكنني أعتقد أن الله قد وضعها في فكركم يا صاحب الرأفة لتحدد البيان الملائم والصواب في هذه الرسالة التي هي سبب عصرة للمؤمنين، حيث أن هذه التصريحات بتاع توماس لاون يعني في تطابق واتفاق واتحاد مع عقيدة نسطور الذي أدينا بسبب شق وتقسيم تجسد ربنا يسوع المسيح فيما يخص الطبائع والجواهر والخواص والأسماء والأفعال. خلي بالكم أبائنا لما ييجوا ينقضوا حاجة بيبرهنوا الفكر، مش اتهامات كده مرسلة، زي كمان شوية هتلاقوا بيفنط الكلام ازاي اللي ما قالش قال كده أو بيؤمن بكده وبس. الذي فسر أيضا كلمات الكتب المقدسة فيما يخص الإثنينية بمثل هذه الطريقة التي لم تفسر بها في اعتراف إيمان 318،
لأنهم أعلنوا أن ابن الله الوحيد الذي كان من نفس الطبيعة مع الآب نزل وصار متجسدا وصار إنسانا وتألم وقام ثانية وصعد إلى السماء، وسوف يأتي ليدين الأحياء والأموات، وأن الطبائع والجواهر والخواص والانقسام لم يذكر بواسطتهم، ولكنهم اعترفوا بأن اللاهوت والناسوت لواحد بالتدبير. وبناء على ذلك فإنني لا أتفق مع إجراءات أو أعمال خلق دنيا، لأنني أجد فيها تقسيمات وشق للتدبير. والآن أيها الإمبراطور الظافر، تقبلني لأنني أتكلم بثقة في الدفاع عن الحق حتى تزدهر سلطنتكم في الأرض كذلك أيضا في السماء، وتقبل هذه بإرادة حسنة، لأنه في الرسالة التي من الغرب، أصدر رسالة لاون، يوجد مثل هذا التشويش الذي يتجه إلى شطر التدبير، وسوف تثبت حجر عسرة للناس. وإنني أصلي أن تزول هذه العقائد الشريرة من كل الألسنة حتى يعترف بالمسيح الله بنقاوة بأنه تألم بالحقيقة في الجسد، وبينما يظل بدون ألم في لاهوته الذي له مع الآب والروح القدس، الذي له أو شريكا يعني معه مع الآب والروح القدس، فإنني أتضرع وأتوسل لعظمتكم المكرمة بأن ترسل نسخة من اعتراف الإيمان الذي تحدد بواسطة 318 إلى كل الناس. هذا الاعتراف الذي في كلمات قليلة يعلن الحق لكل الكنائس ويضع نهاية لكل بدعة وكل عقيدة فاسدة تسبب عسرة، والتي يقف اعتراف الإيمان بغير حاجة إلى تصحيح. شفتوا الفرق بين الرسائل اللي وصلت الإمبراطور؟ رسالة قوية لكن مضمونها الإيمان. حتى لما انتقد الرسالة انتقاد موضوعي ما جرحش في الشخص. نشوف أناطوليوس أسقف القسطنطينية عمل إيه؟ ما هو برضو بعت الرد، ما هو الإمبراطور كتب منشور يسأل رأي الأسقفة في مجمع خلق دنيا وتوماس لاون ورسامة البابا تيموساوس، فكتب له أناطوليوس يقول له: أناطوليوس أسقف القسطنطينية إلى الإمبراطور الظافر المؤمن والمحب للمسيح أغسطس لاون والحاكم الأعلى، إنه موضوع صلاتي أيها الإمبراطور المؤمن والمحب للمسيح. وبعد إضافة قليلة يقول: هذه الأفعال المتهورة التي تمت في الإسكندرية تجعلني لا أحتمل أن أظل صامتا، ولكن أصبح بمسؤولية الكهنوت لمدينتكم الملكية منضما بالإرادة السلمية لعظمتكم التي ترغب في عدم الإزدراء بقوانين الآباء. يا سلام. بل يجب المحافظة على القوانين، وقد شهدت هكذا لرئيس الكهنة التقي لاون وللمطارنة الأطهار الآخرين لمملكتكم، وإنني أبكي على القوانين التي احتقرت بواسطة أفعال تيموساوس الشريرة. طب قول لنا احتقرت إيه اللي حصل؟ حيث أرسل لعظمتكم البيان بخصوصي. إيه هو البيان بقى؟ يؤكد بأنه قد داس على قوانين الكنيسة والعالم، وأنه يحب المجد الفاني بحسب قول الكتاب: الرجل الشرير مستخف حتى عند سقوط العمق الشرور.
وعلى كل حال لعل بقية خطابه تكون مفهومة من خلال هذه العينة، ولعل من المشاهد أيضا أنه كان السبب وراء الإجابات، كان أناطوليوس هو السبب وراء الإجابات التي أرسلت من الأساقفة للإمبراطور والتي وافقوا فيها على إجراءات مجمع خلقدونيا، ولكن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ والمواطنين علموا بذلك الخصوص بخصوص أناطوليوس وانسحبوا من شركته. عارفين حتى القضاة اللي كانوا حاضرين في مجمع خلقدونيا لما عملوا جلسة غير شرعية فقالوا لهم إيه؟ ستسألوا أمام الله عن دم ديوسكورس. إيه بقى الحاجات مخالفة؟ ما يقولش اتهامات كده وبس، لكن شوفوا البابا تيموثاوس لما بيقول أنا بينتقد التومس عشان كذا وكذا وكذا دون أن يعني تجريحات في أشخاص. ومن ناحية أخرى فإن الأساقفة الآخرين ومطارنت كل مكان استلموا رسالة الإمبراطور العامة وشهدوا لما قد تم بواسطتهم في خلق دنيا. ما هم اللي كانوا حاضرين، يعني هو سأل اللي هم إيه حاضرين، ولما اتفقوا أيضا عليه ولاموا رسالة تيموثاوس الذي دعاه لون أسقف روما ضد المسيح. يعني شوفوا رغم الرسالة لون دي مليانة بدع وهرطقات نقدها البابا تيموثاوس نقد موضوعي، قال عليه لون ايه؟ انه انتي كرايست. البابا تيموثاوس انتي ايه؟ كرايست. يقولون في الواقع ان هؤلاء الاساقفة كتبوا هكذا تحت تأثير تحريض أناطوليوس ورسائله ليهم. واحد بس اللي شز عنهم، واحد بس من الاساقفة بتوع خلقدونيا اللي شز ايه عنهم، اسمه أمفيلوكيوس أسقف سيدا. سيدا دي مش عارف فين بالضبط، كان مش صيدا. وحده أظهر الحق والاستقامة بدون خوف، فهو وأساقفة مقاطعته قد كتبوا بثقة يذمون ويسبون عقيدة طوموس لاون وأعمال ما المجمع الخلقدوني، قائلين عن العنف والتحيز الذي ظهر هناك في خلقدونيا، مؤكدين أو مثبتين بيانهم بالبراهين وشهادات وفيرة من الكتب المقدسة والآباء. علاوة على ذلك توسل إلى الإمبراطور بأنه يجب أن تلغى أعمال خلقدونيا حيث أنها سبب في عصرة المؤمنين بالإضافة إلى التشويش العام. وبالرغم من ذلك يعني طعن في خلق دنيا لكن لام رسامة تيموثاوس لأنها تمت بطريقة مخالفة غير شرعية. إيه هي بقى المخالفة؟ ما يقولش. هذا الرجل الذي شهد هكذا بثقة وإخلاص للإمبراطور قد وقع في الخطر بسبب الشهادة دهيت، بدأوا يهددوه من قبل حزب النصاطرة. ما يقولوا المؤرخين حزب النصاطرة يقصدوا بمين؟ الخلقدونيين على طول، نتيجة الشر والغدر الذي أبدوه نحوه، لأنه كان هو وحده فقط من كل الأساقفة الذي ملك الشجاعة ليسب المجمع الخلقدوني وأعماله وأيضا طوموس لاون. لكن أصبار اللي هو القائد القديم اللي في الجيش في الوقت، وبرغم كونه أريوسي، دافع وتوسل من أجله بأنه كاهنا صالحا وأمينا وصادقا، هكذا لا يجب أن يعرض للخطر. قال ده راجل كاهن وأمين وصادق يقول رأيه ما يتعرضش للإيه؟ للخطر. وهكذا فإن أفليقيوس
أسقف سيدا كان أنقذ من الخطر، ولكن محاولة الإمبراطور في تصحيح الشرور، الإمبراطور الحياة لو إن ده كان جاي في نيته يصلح، لكن لا، المؤامرة كانت لسه النار ما بردتش بتاعت خلقدونيا. أصحاب المؤامرة هم اللي موجودين والمستفيدين، ولكن محاولة الإمبراطور في تصحيح الشرور التي حدثت في أيام مرقيان قد أعيقت بواسطة الأساقفة، وبسببهم أيضا حكم على القديس تيموساوس بالنفي إلى غنغرة. في هذه الأيام كان أناطوليوس أسقف القسطنطينية هو الذي يحرض الأساقفة أن يرسلوا مثل هذه الردود على رسالته التي كتبها للإمبراطور. عارفين الكتاب يقول: وهب لكم لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا أيضا لأجله. في طقس كنيستنا حتى يومنا هذا لما يجي يرسموا أسقف ياخدوه في موكب واتنين من الأسقفة ماسكينه من ايديه الاتنين، واحد من هنا واحد من هنا لئلا يهرب من كتر الضيقات اللي بيبقى منتظرة. فأبانا كانوا يهربوا من الدرجات خالص. عارفين معلمنا بولس اللي نحن موضوعون لهذا، ويتهم بأنه أحب العالم الفاني. مين بيتهم مين؟ عجيب الإنسان ده. يعني قالوا على السيد المسيح: أليس أنت سمير وبك شيطان؟ فعمل الشيطان مستمر، لكن صحيح بتبقى أحداث الواحد لما بيعيش فيها بيبقى طبعا بيغوص فيها كده، بيعيش مشاعر وفكر الآباء، لكن زي ما بقول ما يهمنا في الأساس هو دلوقتي الإيه؟ الإيمان. المهم الإيمان، كل الحاجات الشخصية دي الأشخاص إلى زوال، لكن يبقى أن يكون الإيمان هو الأهم. أرسل أمر الإمبراطور برحيل تيموساوس إلى الإسكندرية في هذا الوقت، لذلك فإن حاكم المدينة كان محزون جدا. الحاكم بتاع المدينة بعد عشرته واللي شافه بعينيه في القديس تيموساوس، لكن الأمر مش بإيده. فالحاكم كان محزون جدا وشعر بنفسه بأنه مضطر أن يعاني من أمور عديدة، وبالأحرى أن تفقد المدينة مثل هذا الكاهن. يعتبره بركة في المدينة، يفقد إزاي؟ إنسان تقي مستقيم نقي. ومن ناحية أخرى حيث رأى المجزرة، المجازر اللي حصلت قبل كده، لذلك فإن استيلاس كان اسمه استيلوس الحاكم هذا نفسه فكر في هذا جيدا، بأنه هو والأسقف البابا تيموساوس يجب أن يتوجه بأنفسهما إلى معمودية الكنيسة الكبرى كملجأ أو ملاذ. وفعل ذلك لسببين: فرحل البابا وخدوا رحل الفين في المعمودية، أحدهم أنه كان يجب أن يحفظ أنفسهما من الضرر،
والسبب الآخر أن لا يكون سببا لفقدان الحياة ولمجزرة. بيفكر في حيلة ما تحصلش مجزرة فيها. ولكن عندما اتخذ تيموساوس جرن المعمودية كملجأ أو ملاذ، فإن إكليروس حزب بروتيريوس لم يعطوا أي اعتبار للكهنوت أو للعفة أو للسن أو لمزلة واضطراب الرجل، ولا في المكان الذي اتخذه كملجأ، ولكنهم بقوة مسلحة انتزعوا رئيس الكهنة من جرن المعمودية وسحبوه خارجا. وبمجرد أن وصل خبر هذه القسوة إلى الشعب، فإن أكثر من 10,000 مقاتل وصلوا هناك لإنقاذ الأسقف منهم. وعلى أي حال، فإنه بعد أن قتل الرومان العديد من الإسكندريين، تم أخذ الرجل وذهب خارجا عبر مصر إلى فلسطين، وكانت رحلته لابد أن تكون عبر بحر فينيقيا نواحي لبنان. غير أنه عندما سمع بذلك، المدن وسكان فلسطين وشاطئ البحر فقد أحضروا المرضى الذين بينهم قريبا حتى يتقدسوا وينالوا شفاء لأمراضهم من خلال نعمة الله المصاحبة لشخصه، ونتفوا قطعا من قماش ثيابه ليحتفظوا بها كبرقة لحميتهم من الشر. كان شخصية الآباء القديسين دول زي المغناطيس، وآباء الكنيسة في مصر صيتهم زائع وموضع ثقة للكنيسة في العالم كله من جهة علمهم ومعرفتهم الدينية وثقافتهم ومن جهة قداستهم ونسكهم وزهدهم. إن الرهبنة نشأت في مصر وترعرعت فيها. خرجوا في ما في الطريق، بقى خدوا طريق ساحل البحر الأبيض المتوسط وهم ماشيين كده. وعندما وصل إلى بيروت، فإن أوستاسيوس الأسقف اللي هو ضعف في مجمع خلق دنيا، لكن من جواه ضعف زي بطرس كده ضعف، لكن إلا أنت تعرف يا رب أني أحبك، لكن ضعف. فلما عرف أوستاسيوس حس المواطنين هناك أن يستقبلوه بكرامة شعبية، وتوسل إلى تيموساوس عند دخوله المدينة أن يصلي لأجلها. فوقف البابا تيموساوس في وسط المدينة ورفع تضرعات وصلوات إلى الله لأجلها وباركها. غير أن يوكسونيوس أخو أوستاسيوس، والذي كان في ذلك الوقت مفسرا للقانون، رجل قانون من زمان، كان لبنان وبيروت مشهورة بدراسة القانون. اللي عايز يدرس قانون تعرف زي دلوقتي يقول لك اللي عايز يدرس الهندسة يروح فين، اللي عايز يدرس طب يروح فين، تخصص معين يروح فين. فكان فيما يخص القانون كان مين أكتر حاجة؟ بيروت. مين من الآباء القديسين درس القانون في بيروت؟ اللي هيقولها يبقى شاطر. نعم، القديس ساويرس الأنطاكي. لا، أبهكتم قلبي، شاطرين برضو. صحيح، برضو اللي بنقوله ما بيروحش على الفاضي يعني. يقول وكان مفسرا للقانون اللي هو أخو أوستاسيوس. ف
فعملا بنصيحة أخيه قضى الليل كله مع تيموساوس. أخوه ناداله ووصاه قال له فرصة ما تسيبوش، خد بركة الراجل ده، يا عالم هيشوفوه تاني أو يتقابل في لقاءات كده بتبقى تاريخية في حياة الإنسان. فعملا بنصيحة أخيه قضى الليل كله مع تيموساوس، الليل كله يعني ما ناموش، متحدثا بأسلوب مرتب ومنهجي عن الإيمان وضد نسطور. وخلال كل حديثه الطويل كان تيموساوس صامتا ومستمعا، ولكن عندما توقف يوكسينيوس عن الكلام بعد مدة طويلة وبعد الكلام الكثير قال له تيموساوس: من يستطيع أن يقنعني بأن هذه الأصابع الثلاثة، بيشاور على أصابع مين؟ يوكسينيوس، يمكن أن توقع على وثيقة خلق دنيا، لأن أخوه كان وقع عليها، هو أخوه بس وقع عليها وهو بيقول المكروهة وهو بيبكي. كل كلامه وحديثه إيمان أرثوذكسي سليم، درجة البابا تيموساوس علق بكده: من يستطيع أن يقنعني بأن هذه الأصابع الثلاثة يمكن أن توقع على وثيقة خلق دنيا؟ وعند سماع يوكسينيوس هذا حزن جدا وبدأ يبكي، وأنا ذاك فإن تيموساوس استحس كل من يوكسينيوس وأخيه أستاسيوس أن يرافقاه قائلا: انضم إلي ودعونا نجادل باستحقاق من أجل الإيمان، ودعونا نقنع حتى إما أن نستعيد أسقفيتنا أو نساق إلى النفي بواسطة أعدائنا ونحيا حياة مخلصة مع الله. أما شافهم بيبكوا كده قال لهم: خلاص تعالوا معانا ونكافح سوا ونناقش أمور الإيمان، لإما نرجع لإما خلاص نسلم حياتنا لله. وأيضا وضع يده على مذبح التكريس للكنيسة والهيكل العظيم الذي بناه أستاسيوس وسماه القيامة. كان ساعتها أستاسيوس بني كنيسة كبيرة على اسم القيامة، فاعتذر انه ما يقدرش يروح، يعني عندي مهمة كبيرة هنا بني الكنيسة وعايزين نكرسها يعني. فرد عليه البابا تيموساوس قال له: هل ننتظر لأجل تكريس هيكل أرضي يزوى؟ بل بالأحرى تطيعوني ومن ثم سوف نحظى بأورشليم السمائية. فطبعا خافوا وحبوا برضو، عارفين يقول لك ديماس قد تركني لأنه حب العالم الحاضر، زي اللي عشان كده بقول لكم موقف البابا دي يذكره ازاي، موقف الناس بتحكيه كده وخلاص، لكن عارفين البابا سينس لما قال له العالم كله ضدك وانا ضد العالم كان في الفكر بس، البابا ديوسكوروس ما كانش في الفكر، ده في مجمع في الدنيا كلها وعارف ايه اللي هيجرى له وهو لوحده صمد وشهد للايمان وتمسك به وأدان الهراطقة كلهم. وعلى طول الطريق تلقى تيموساوس نفس النوع من الكرامة خلال الطريق حتى وصل إلى غنغرة. هو الحقيقة اتنقل من مكان لمكان، زي البابا ديوسكوروس ما كانش غنغرة مرة واحدة على فكرة، احنا بس اختصارا بنقول المكان اللي اقضى فيه أكتر. حدث أن وجد القديس تيموساوس نفسه منفيا إلى غنغرة، ليس بسبب أي هرطقة ولكن بسبب ادعاء أنه تصرف بشكل غير قانوني. طبعا تم نقل البابا تيموساوس من غرغرة إلى شرزون،
نتيجة البغضة والحقد والضغينة التي أضمرها الحزب القدوني ضده. كان جناديوس أسقف في القسطنطينية والموالين له لم يكف عن اضطهاد تيموساوس حتى عندما كان في المنفى، حيث أقنع الإمبراطور أنه أن يأمر بنقله من غنغرة إلى شرزون حيث كانت أقليم يسكنه بربرة شرسين من هواة الحروب، غير أن أسقف غنغرة كان في ابتهاك كبير لذلك نتيجة للحسد الذي كان يشعر به. ابتهاك كتير لأن إيه؟ عايزينه يتألم يعني من استقامة وإيمان تيموساوس والأعمال المعجزية التي كان يجريها، إذ أن الأخير تيموساوس كان محبوبا جدا من الفقراء لأنه كان عندما يتسلم عطايا من مؤمني الإسكندرية ومصر والأماكن الأخرى اعتاد أن يوزع بكرم لإراحة المحتاجين، وركب السفينة وأبحر، وبرغم أنه كانت تتقاذف الأمواج وسط عاصفة شتوية بعد ذلك وصل إلى شرزون بدون خطر. وعندما سمع سكان الأقليم عن علته كانوا مملوئين بالإعجاب به وصاروا من أتباع إيمانه وأخضعوا أنفسهم لسلطته. ولكن البغضة التي أضمرها فريق النصاطرة ضده كانت بسبب جهاده المتواصل في كتابة توبيخات وانتقادات على المجمع الخلقدوني. خلي بالكو كلمة الله لا تقيد، وهو هناك كان يكتب. وزي ما قلت لكم الإسكندرية ومصر كان شعبها غني قوي ومتوسع في التجارة، أكبر أسطول بحري في البحر الأبيض المتوسط الأسطول السكندري، فكانت السفن الإسكندرانية تجوب في كل مكان، وشعب خير بطبيعته متدين فكان يغدقوا عليه بالأموال. أي حد يقابله من شعبه كان يديله يعني أموال، فكان هو يدي الفقراء والمحتاجين ويساعد الناس، فصار محبوبا. وفضل يكتب بقى. البابا تيموساوس له كتابات، بابا تيموساوس له كتابات هنعرض بعضها، وفي حاجات هتبقى في كورسات لاحقة أكثر تخصصا. فكانت البغضة بسبب جهاده المتواصل في كتابة توبيخات وانتقادات على المجمع الخلقدوني وتوماس لاود وإرساله في كل الأنحاء مشجعا المؤمنين ومؤيدا كلماته من الكتب المقدسة وعلماء البيعة من وقت كرازة المسيح حتى يوم هذا. ونتيجة لهذه الكتابات فإن بعض الأشخاص الذين درسوا الموضوع تركوا جناديوس أسقف القسطنطينية وانضموا في الشركة مع أكاكيوس القس معلم الأيتام، وهو شاعر وشقيق واحد اسمه تيموكليتوس كان أرثوذكسي. هذا الرجل جمع المؤمنين وعارض بشدة النصاطرة، وضع أشعارا ولحنها تغنى بها أتباعه، وكان الناس مبتهجين به واحتشدوا في مجموعات كبيرة إلى ملجأ الأيتام، غير أن الإمبراطور قد أمر بأن والدة الإله المباركة مريم يجب أن ينادى بها وتكتب في كتاب الحياة. وتم عزل مارتيروس أسقف أنطاكيا لأنه أجهر وأقر بنصريته علنا ولم يوافق الآن أن يعلم بهذه الحقيقة بأن العذراء والدة الإله. ولكن غرغوريوس أسقف نيسا وهو رجل فاضل له نفس شهرة غرغوريوس البليغ استدعي من قبل الإمبراطور ليضع نهاية لعقيدة النصاطرة في الوقت الذي ذهب فيه وفد من الرهبان إلى الإمبراطور بخصوص موضوع مارتيروس، وإذ بجناديوس قد مات. وتم تعيين أكاكيوس معلم ملجأ الأيتام كخليفة له، اللي هو كان من محبي
واللي تأثروا في الشركة مع البابا تيموساوس. وقد أعطى هذا الأخير أكاكيوس وعدا بأنه سيضع نهاية لطوموس لون المجمع الخلقدوني والبدع الحديث والإضافات التي فرضت على الإيمان. في البابا تيموساوس ما ضيعش حياته كده خلاص انتهى، ما جالوش اكتئاب وانزوى يفضل قاعد كده ويعني مكتئب وخلاص مش ربنا سمح بكده وأراد ان ابقى كده خلاص بقى ماليش دعوة انا هبقى كده يعني حزين. لا، فضل يجاهد حتى هو في المنفى. عارفين القديس بولس الرسول لما وقف قدام الوالي وكان مقيد وقعد يعلمه يقول له أبو قليل تقنعني أن أصير أكون مسيحيا، قال له بقليل أو كثير أني أصلي دائما أن يكون الجميع كما أنا ما خلى هذه القيود. فدائما ولاد ربنا بيبقوا بيشعوا بيفيدوا، النعمة لا تقيد فيهم. فكتب بقى وهو فين؟ في المنفى. هقول لكم بعض الكتابات بتاعته بقى نعرضها دلوقتي. محدش يكتب ولا يصور. احفظوا بس. من ضمن ما كتب وقال يقول هذه هي التقاليد المحية، كذلك الشهادات والمجاهرة للإيمان الأرثوذكسي بخصوص ربنا وإلهنا يسوع المسيح من قبل أبائنا القديسين المطوبين. إنهم أعلنوا كل هذا بواسطة إيمانهم الأرثوذكسي كما بفم واحد بالروح القدس. أشياء أبرزها أيضا التلاميذ الرسل والرب نفسه، أن كل من الآباء كان وارثا لكنز محيي وتاريخي للإيمان المقدس، وأننا نصلي لكي نكون نحن هكذا حتى النهاية متقلدين ووارثين إيمانهم الأرثوذكسي، لكي نتحول عن كل الهرطقات التي حوربت، كذلك عن كل تعاليمهم المهلكة بواسطة الرسل المطوبين وأبائنا القديسين. كان سلاح تعاليم الآباء الرسل وتعاليم الآباء القديسين. هكذا في الواقع إن كل أساقفة الكنائس القديسين ورؤساء الأساقفة الذين كانوا معلمين للإيمان الأرثوذكسي منذ مجيء مخلصنا ربنا يسوع المسيح إلى ذلك الحين يعترفون أنه الله ذاك الذي ولد من العذراء القديسة، وأنه كان إنسان بحق دون تغيير ودون امتزاج مع بقائه في ذات الوقت الله. يقولون أنه واحد مع جسده وينسبون إليه كل ما يتفق بالله والأشياء البشرية، ما فيش تقسيمات. دعين الله ذاك الذي يتألم في الجسد الذي قام وصعد إلى السماء والذي سيأتي ليدين الأحياء والأموات، هو هو واحد. أما عن الذين يقولون طبيعتين في المسيح الواحد والذين لا يعترفون بأن الذي هو مساوي للآب في الجوهر صار في الجسد مساويا للناس مع بقائه الله، فإنهم حرموا مع تعليمهم المهلكة. في الواقع إن هذين الشرحين المعلنين بواسطة الرسل القديسين وبواسطة أبائنا الأرثوذكس المطوبين هما منذ القدم، لأنه منذ مجيء المسيح حتى زماننا الحاضر لم نسمع أبدا أن أسقفا أو رئيس أساقفة فكر أو علم إلحاد هؤلاء دون أن يحرم ويفقد شرف الكهنوت.
لذلك فإن أبائنا الأساقف المطوبين هم أيضاً في أيام الطباوي كيرلس بابا كنيسة الإسكندرية، هم الذين كانوا مشابهين لآبائهم القديسين ومملوئين بالحماس لإيمانهم الأرثوذكسي. عندما اعتقد هكذا الملحد نستوريوس وعلم طبيعتين للمسيح ولم يعترف بأن الذي ولد من العذراء القديس الله دون أن يؤمن أنها هي أيضا أم الله مثل ما كانوا شهودا على ذلك آبائهم القديسين. يعني شوفوا جاب الطبعتين قبل حكاية أنه ما قالش والدة الإله، لأن دي أصلا مبنية على ديت. فبعد أن أعلن هذا في مجمع أفسس الأول عزلوه وحرموه، كذلك أيضا تعليمه الملحدة. إذن كل الآباء القديسين الذين اجتمعوا هم بالنسبة لنا شهود للمسيح ضد شر هؤلاء الذين يقولون طبيعتين وأنكروا المسيح في خلق دنيا عندما اعتقدوا تأييد الوقاحة بعددهم الكبير عندما اعتبر نسخة من مجمع نقيا المقدس، لكي يقنعوا من ذلك أن عددهم كان كبيرا حيث أن البعض يقول أنهم كانوا 636. بعد إدانة تعليم نستوريوس الوقحة وبعد أن طوى النسيان هذا التجديف، وبينما كانت كنائس الله في سلام وسكينة إذ بغيرة الشيطان تحرض على منازعة قامت في القسطنطينية بواسطة فيلافيان الذي كان أسقفا لهذه المدينة ضد أوطاخي كاهن وأرشمندريت في نفس المكان. بيجيب القصة من الأول لأنه كان حاضر مع البابا ديسكوروس مجمع أفسس، فهنا بيحكي حاجة مش سمع عنها ولا أراها. لا، أفسس الثاني حضر مع البابا ديسكوروس مجمع أفسس 449، بيتكلم على فليبيانوس هنا. مجمع أفسس 449 مش 431. منازعة قامت في القسطنطينية بواسطة فليبيان الذي كان أسقفا لهذه المدينة ضد أوطاخي كاهن وأرشمندريت في نفس المكان. هذا هو السبب في خطاب لاون الذي كان قد أدينا، والحقيقة تشهد عن ذلك أن لا أحد منهما فكر جيدا، فإن نهاية حياتهم تبين هذا. في الواقع فإن فليبيان كان يسرع في إعادة بناء تجديف نستوريوس ابتداء من الجذور، أي من أساس التجديف، عندما ابتدأ في تعليم طبيعتين في مسيح واحد. وكان يستعجل أوطاخي بأن ينتمي إلى مذهب في طبيعتين في حضور بعض أساقفة آخرين من نفس المقاطعة. وبعدين بيتكلم عن الحكم على فليبيان وسؤودوريتوس والمجموعة النسطورية اللي حكم عليها مجمع أفسس الثاني. بيقول أما عن فليبيان فبكل ثقة بحسب رأي ما في الخطاب الوقح الذي كتب بواسطة لاون والذي فيه يؤكد على التعليم الملحد للطبيعتين، لم يعطي أي إجابة للمجمع ولم يحرم الذين تجاسروا بالقول طبيعتين في المسيح. لذلك عزل مثل سؤودوريتوس لما جه في المجمع وثبت أنه بيقول طبيعتين فتحكم عليه هو وسؤودوريتوس، وعزل مثل سؤودوريتوس الوقح. طبعا بيقول على سؤودوريتوس الوقح لأنه عارف وقرا وشاف اللي سؤودوريتوس عمله وكتبه ضد البابا كيرلس وضد البابا ديسكوروس وضد الإيمان قبل كل حاجة. وآخرون كانوا يعلمون بأشياء مماثلة ضد المسيح. وعندما تمت إدانة التعليم الملحد وجرد من الكهنوت كل الذين تحدثنا عنهم فيما سبق،
أرسل عندئذ كل الأساقفة المجتمعين في المجمع العديد من التهاني والثناء إلى الأب الطباوي ديوسقوروس رئيس أساقفة كنيسة الإسكندرية، وصرحوا أنه حافظ الإيمان، وكانوا يقولون أن أقواله مؤتى بها من الروح القدس. خلي بالكو أما بيحكي عن مجمع أفسس رواية غير اللي بيحكيها لون خالص، إن المجمع كان فيه عنف وضرب وإجبار ومش عارف إيه. ده بيقول بعد المجمع الكل بدأ إيه، بيقولوا عندما تمت إدانة التعليم الملحد عندئذ كل الأساقفة المجتمعين بدأوا يقدموا التهاني للبابا ديوسقوروس. إن حصل هذا الإنجاز إن الناس دي اللي تعب الكنيسة تم وضع حد ليهم، وده للحقيقة أكدوا التاريخ بعد كده، رغم إن الكبرياء يكبروا وينكروا سؤودوريتوس وهيبة تم إدانة كتاباتهم في المجمع الخلقدوني الخامس، ديمنوس بطرك أنطاكيا اللي حضر خلقدونيا ماكسيموس وأقروا بإدانته، اللي جه بعد فيليبيانوس أناطوليوس اللي هو اشترك في مجمع خلقدونيا كان واخد وضعه القانوني. يعني معنى كده ان كل إجراءات مجمع أفسس 449 كانت إجراءات سليمة ومعترف بيها، وحتى اللي عرضوها رجعوا فيها وبدأوا يشوفوا مخرج عشان الفضيحة اللي لازمتهم ان ادوا الحل الاشخاص مثبتة ادانتهم. فهنا اما بيحكي ان بعد مجمع افسس بدأوا في التهاني، يعني ما فيش لا اجبار ولا عنف ولا اي حاجة خالص. وبيكمل بيحكي يقول بعد وفاة الطباوي سؤودوسيوس، اللي هو مين؟ يقصد مين الطباوي سؤودوسيوس؟ الإمبراطور. وعندما حكم مرقيان كان هناك أيضا مجمع في خلقدونيا، وعندما اجتمع كل الأساقفة أنكروا ربنا كتابة وأعادوا ثانية إلحادهم باعترافهم بالطبيعتين، بينما كانوا قد نقضوها في أفسس، اللي هم نقضوها أقروا بها في خلقدونيا. جدفوا على المسيح، تلاعبوا كما لو كانوا في مسرح. عارفين لما واحد ممثل يمثل يقف على المسرح في يوم يؤدي دور انه ملاك، يوم تاني شيطان، يمثل على المسرح في مناسبة ضابط بوليس، وفي مرة تاني يبقى لص. مفيش صدق، الممثل ده طبيعي بالنسبة له، لكن اللي في الحياة يبقى كده مفيش صدق مع النفس. جدفوا على المسيح، تلعبوا كما لو كانوا في مسرح بتعليم الإيمان الأرثوذكسي، لأنهم أقروا كتابة وتسلموا في تعريف الإيمان هذا الخطاب المتمرد الذي ذكرناه فيما سبق. يقصد بمين الخطاب المتمرد؟ توماس لون، هو في غيره؟ وزميلهم أو بالأحرى رئيسهم الذي سبق وجردوه في أفسس أودوريتوس المجدف، بعد ما اتحكم عليه خلوه رئيس، كان هو الرئيس غير الرسمي الفعلي لمجمع خلقدونيا. خلي بالكو الأحداث، كنت بقول الرئيس الفعلي للمجمع كان سؤودوريتوس، الأحداث بتقول كده. ما كنتش قريت لسه
التعبير بتاع البابا تيموساوس، أما بيقول أقر كتاباتنا السلام في تعريف الإيمان هذا الخطاب المتمرد وزميلهم أو بالأحرى رئيسهم الذي سبق وجردوه في أفسس أودوريتوس المجدف، كذلك كل الذين جردوا من الكهنوت معه، إن هذا الذي كان قد أدين كان يحكم بكل ثقة ولا يجيب لا بالقليل ولا بالكثير بخصوص أخطائه. يقصد على مين؟ سودوريتوس اللي هو جرد بحكم مجمع مسكوني، لو نداله حل اللي هو بيلوم على البابا ديسكوروس، ادى الحل لأوتاخ اللي مفيش وثيقة تدينه، وقدم عرض إيمان أرثوذكسي وأحله بخلال مجمع مسكوني مع أنه محكوم عليه في مجمع مكاني. سودوريتوس وأوسابيوس اتحكم عليهم في مجمع مسكوني، دخلوا في شركة مع لاون وهم محرومين مجمع مسكوني، وقبلوا في مجمع خلق دنيا. عشان كده هذا احنا بنقول مجمع لكن هو ليس بمجمع، باطل من الأساس غير شرعي. سودوريتوس كان فيه يحكم بكل ثقة ولا يجيب لا بالقليل ولا بالكثير بخصوص أخطائه، ما حدش بيقول له انت غلطت في ايه، لان أخطائه معترف بيها بقت حقائق إيمانية بالنسبة لمجمع خلق دنيا. وهذا يكفي لإدانة وفصل كل الذين قابلوه في الشركة الكنسية، إذا كان هناك أحد لكي يقضي في هذا العالم بحسب قوانين الكنيسة. فهنا حكم من البابا تيموساوس على مين؟ على مجمع خلق دنيا كله، لأن هذا يكفي لإدانة وفصل كل الذين قابلوه في الشركة الكنسية، إذا كان هناك أحد لكي يقضي في هذا العالم بحسب القوانين الكنسية. ويتكلم عن، خلي بالكم مين اللي بيتكلم، البابا تيموساوس 26 خليفة ماري مرقس وخليفة القديس ديسقورس، يتكلم بقى عن تبرئة الهراطقة وإدانة حافظ الإيمان في مجمع خلق دنيا الباطل. هو اللي هيتكلم مش أنا، لحسن تفتكروا إن أنا وأنا بتكلم كده بيبقى أنا، هو الاتنين مع بعض يعني، هو ببقى موافق عليه طبعا، لكن أنا هنا بقول هو اللي بيقول بالفعل يعني. يقول قابلوا أيضا في لفيان كما لو كان على حق أن يقول طبيعتين في المسيح، لأن مثبت في الأعمال مجمع أفسس أن في لفيان أقر بالطبيعتين. هكذا جردوا وحرموا أنفسهم بحسب كلمة الحق، إنهم يقولون أنهم جردوا أبانا الطباوي ورئيس الأساقفة ديوسكوروس لأنه رفض أن يشاركهم في إلحادهم ويضع إمضاءه على الخطاب المتمرد الذي ذكرناه فيما سبق، ودعي أيضا التوماس. شوفوا حتى يعني خايف لحسن يعني لسانه يتلوث لما بيذكر اسمه، لأنه فصل أعضاء الكنيسة، بيتكلم على توماس، قال له دعي أيضا توماس لأنه فصل أعضاء الكنيسة، وبعدما جردوه أرسلوه إلى المنفى، وهو الذي كان حقا حافظ الإيمان. قال وأخيرا في بلدة غنغرة، ولما أكمل السعي وحفظ الإيمان وضع له إكليل البر
الذي يهب له في ذلك اليوم الرب الديان العادل مع كل القديسين. بيكمل الفقرة بتاعته، مش هنقول كل حاجة كتبها البابا تيموساوس، يعني هكمل الفقرة دي وبس، يعني الجزء ده. المزعومين آباء في خلق دنيا يقعون تحت حرمانهم الذي جلبوه فوق رؤوسهم. ازاي بقى؟ بيقول ان كل الذين اجتمعوا في خلق دنيا سوف يعطون حسابا امام القضاء المخيف بسبب ارائهم الوقحة وكل ما تجرؤوا على فعله ضد المسيح، سواء كانوا قد تصرفوا حسنا في افسس عندما حرموا التعليم الوقحة، وتصرفوا خطأ كما هو في الحقيقة في خلق دنيا، أو تصرفوا حسنا في خلق دنيا كما يقولون، حيث أننا نرى أنهم خالفوا أقوالهم في أفسس، بحيث أنهم بأي طريقة يقعون تحت حرمانهم الذي جلبوه فوق رؤوسهم سواء في أفسس أو في خلق دنيا. في خلق دنيا أدان لقال بطبعتين، فإذا بيحكموا على إيه؟ على أنفسهم. في خلق دنيا أدان اللي بيقول بالطبيعة الواحدة، فبيحكموا على أنفسهم فين؟ في أفسس. ففي كل الأحوال حرمانهم واقع، جلبوه فوق رؤوسهم سواء في أفسس أو في خلق دنيا. من يسمعني، ده جايب قول من الكتاب، يقول أيوب: الآن هوذا السماوات شهيدي وشهيدي في الأعالي. وبعدين يقول: لماذا يترأف الله بمجمع هؤلاء المتعسفين الذين اجتمعوا في خلق دنيا؟ إنهم أنكروا كتابة إيمان أبائهم، لم يحكموا بالصواب، لأنهم جردوا البريء الذي كان حافظا على الإيمان الأرثوذكسي الطباوي ديوسكوروس. إنهم قبلوا الملحدين والهراطقة ووضعوا تكاليفهم في الاعتراف بالإيمان عن طريق خطاب لاون. إنهم أهلكوا قطيع المسيح، فلنهرب إذن من شركتهم. ويتكلم عن الآلاف اللي استشهدوا بسبب خلق دنيا. يقول إن مجمع خلق دنيا أثار استنقار العالم عامة، لأن إيمانهم الشرير كان على كل الأرض، وفي كل الأرض خرج منطقهم ولأقصى المسكونة كلماتهم. كم من الآلاف قتلت لهذا السبب، لأجل المسيح في الإسكندرية وفي مصر وفي أورشليم، لأنهم لم يعبدوا الصنم المذهب ولم يوافقوا على الانضمام إلى مجمع خلق دنيا، ولكن حرموه بكل يقين أمام الأمراء والقضاء. لذلك أسلموا بواسطة الذين عرفوا على أنهم رعاة للموت من أجل المسيح. ولكن طوبى لهؤلاء الذين ذاقوا الموت من أجل التقوى، لأنهم سينالون من يد المسيح إكليل الشهادة. أما عن الذين كانوا سببا لهذه المأساة، الدم المهدر أو المهدور والاضطهادات، فإن الرب لن يغفر لهم لا في هذا العالم ولا في الآتي. عارفين ناس خطاياهم مستمرة، خطاياهم ايه؟ مستمرة. يمكن خلي بالكو في خطايا قاصرة على الواحد بيعملها في حياته بس، لكن خطايا الهرطقة وانحراف التعليم بتستمر.
تقتل تموت ناس كل جيل، عشان كده حكمها بيبقى صعب قوي. يمكن خطايا أبشع الخطايا ممكن تكون يعني في مبررات، حتى لو هي مش مبررات، يعني في يعني ضعف في أي حاجة، لكن اللي يكذب ويحور في الإيمان مع سبق إصرار وسبق الترصد ويدعي كذبا، يكذب ويلف ويدور عشان يخدع الآخرين، ده يعني الحقيقة بيقول لن يغفر لهم لا في هذا العالم ولا في الآتي. أعني بهذا أيضا كل الأشياء التي وضعت بوقاحة فيما سمي بتعريف مجمع خلق دنيا، والتي أكدوا فيها أيضا على خطاب الملحد المذكور فيما سبق، والتي تجرأوا فيها بتعليم أشياء مماثلة لتلك التي كانت مكتوبة. تقولوا اتغصب عليهم الباب دي يذكروا صرفت. خلي بالكم في خلق دنيا لما جم يكتبوا تحديد إيمان، الآباء اللي كانوا موجودين في الأول كتبوا تحديد إيمان أرثوذكسي، قالوا لهم لا ده ما ينفعش، ده مختلف مع مين؟ توماس لوين. أجبروهم يكتبوا حاجة. إيه اللي جبرك؟ ما جم للبابا ديسقورس وقالوا له وقع وكل حاجة تنتهي، قال ولو قطعت يدي وسال دمه على القرطاس ما وقعت. اللي هم يقولوا لأجل حاجات شخصية والأجل كرامة، فين الكرامة اللي خدها؟ فين الحاجات المكاسب اللي خدها؟ اللي خدها اللي وقع. مش كده وبس، مش دم سفك وبس، انقسامات وانشقاقات في كل مكان على المستوى الكنسي والمدني نتيجة خلق دنيا. إنهم منحوا أنفسهم القداسة وأعلنوا أنفسهم صانعي سلام، وهم الذين ألقوا بالسلام بعيدا وأثاروا الفتن والفضيحة والاضطهادات بين أعضاء المسيح. كلام ده البابا تيموساوس مش أنا. إنهم أتوا أيضا بالانقسام والانشقاق بين الملوك، حيث أنه ليس بوقت بعيد بعد مجمع هؤلاء المخلين بوظيفتهم أنه حدث خراب روما، وحتى يومنا هذا فإن المعارضة والانشقاق والانقسامات توجد في التخوم الكنسية مثلما بين الملوك، لأن الغربيين لا يعيشون في سلام مع الشرقيين حتى الآن. أما عن مرقيان الذي كان إمبراطورا فقد أعلنوا أنه وفي وتقي وممتلئ حماسا لخوف الله، ذاك الذي حصل على مكافأة من الإمبراطورية بواسطة الله مؤخرا، وبالكاد قالوا أنه كان يمتلئ غيرة مخافة الله. يقولوا كده على مرقيان عشان يعني إيه؟ يعيبوا في سيودوسيوس، نكاية في سيرة سيودوسيوس، لكي يعرف بطريقة ملتوية أن سيودوسيوس الطباوي لم يكن له أي هوية أرثوذكسية، ولا كذلك الأباطرة الأرثوذكسة الذين سبقوه، حتى أن ملك مرقيان في النهاية وبالكاد استدت أفواه كل المؤمنين وهاجت الألسنة المجدفة والمتهورة والمليئة بالوقاحة ضد المسيح. إنه الكذب وليس الإيمان الذي يسود على الأرض ويوجد عوز للتبشير بكلمة الله. يقول ما من كنيسة في مصر وفي ليبيا وفي الشرق لم تقم في حزن لسبب اضطهاداتهم وشرهم، ما من بلد وما من مدينة لم تتذكر الجرائم التي ارتكبت منذ ذلك الوقت حتى الآن بين خراف المسيح وأيضا النفي والاغتصاب، لأنه حتى لو سكتنا فالحجارة تصرخ هنا حقا سلامهم إهلاك قطيع المسيح، وأن يضطهدوا الذين يبخوهم لكي تتسع لهم الفرصة لأن يفعلوا كل ما يشاؤون دون أن يكون هناك شخص يقوم بالرد عليهم. إنهم يعترفون بأنهم جددوا أيضا الإيمان الثابت
كما لو كان أصابه التلف أو الشيخوخة، وكم لو كان مهددا بالفساد بحسب أقوالهم الوقحة. الكلام ده كله اللي قاله مين؟ يوجد أيضا الكثير في تفنيد مجمع خلق دنيا، كان بودي أكمله النهاردة لكن أعتقد أكتفي بهذا القدر ونشوف الأسئلة.